برضه بص في اتنين اه اطلع معاهم ببقى محتار مش عارف اتكلم، كان كابتن شوبير لما اجي اكلمه عن الاهلي، لما طبعا اجي نجم اتكلم كبير. معاك عن الاهلي اصل انا شفت الانترو اه وشفت الكلام، هاجي اتكلم اشرف بن شرقي الناس كلها بتتكلم على اشرف بن ايوه شرقي، انا باكدها يمكن كتبتها من ساعتين او اكتر مفيش اشرف بن شرقي ما دخلش خالص، خالص. فاشرف بن شرقي اوكي. بقى صحفي موثوق صحفي معشور يا تحيا مصر فاهم يعني احنا صحفيين من مصريين سانتي اونا هو الصحفي اللي كان لا ما كتب. قالك سانتي اونا قبل كده قال لك فابريزو رومانو مش عارف كتب على موضوع عبد المنعم ومش عارف مين، فبقى خلاص شغالين على الصفقات بتاعتنا، لا انا بقول لك ما فيش يعني من خالص. مصدر ثقه بحكم بقى يعني انت عارف مصادرنا وبنسال وبنحاول نجتهد عشان نجيب شغلنا، فموضوع بن شرقي في الاهلي ما حصلش خالص، ممكن يكون بقى بيسوقوا اللاعب عشان نادي تاني عايز يجيبوا فلوس اكتر زي ما حصل في موضوع يحيى عطية الله كده، قال لك اصل الزمالك ما كانش الزمالك ما تفاوضش مع يحيى عطية الله خالص اوكي خالص. وسمعنا وكيل كده طلع اتكلم ان هو المعادي ده، فمفيش بن شرقي في الاهلي وده انا متاكد منها. ده امر مفروغ. اوكي بالنسبه لي يحيى عطية الله خلاص الموضوع خلص، جه محمد امبارح علي بن رمضان. جه عايز امبارح تقول حاجة على يحيى؟ جه امبارح اتفضل. ودخل اوضه اللبس وشاف والله شويه حاجات، بجد؟ خلصوا معاه شويه ورق وحاجات، وبعد كده ادوا له اجازه سافر النهارده تونس اسف المغرب. المغرب، وهيرجع مع عوده اللعيبه الدوليين اللي هم واخدين اجازه اللعيبه الكبيره مع بدايه التدريبات هيرجع يكون موجود معاهم امتى ان شاء بداية الله. التدريبات؟ هو لحد دلوقتي لسه ما حددوش بناء على اقامه معسكر خارجي من عدمه، اوكي. يعني هشوف في قاعده بين المفروض مستر كولر بعد ما يرجع ويظبطوا موعد العوده دي اوكي بين راجع رمضان امتى كولر؟ برضه لسه ما ما اتحددش، اتحددش يعني ما معاك. اوكي حددوش المده بين رمضان. بين رمضان ما فيش يعتبر اي تطور حصل من امبارح، الاهلي يمكن كان زود او وصل العرض لحسب ما سمعت 2 مليون دولار او اقل حاجات اقل بسيطه شوية. مليون و700، بعد كده قالوا زودوا تاني ل 2 مليون، النادي هناك بيتكلم في حته اعاده البيع لو خلي بالك الاهلي حتة العرض بقى دي احنا المختلفين فيها، لأن الأهلي لسه لحد دلوقتي ما بعتش عرض رسمي مش عارف بعد المليون و500. هو في كلام اللي هو عارف انت طب كذا فاهم طب نوصل لكذا احنا متمسكين بكذا اوكي. طب نسبه اعاده البيع طب يعني الامور دي شغاله بين الناديين، النادي يمكن اجل شويه حسب ما عرفنا بعد مباراه ميتلاند، مباراه بالنسبه بكره. لهم مهمه يعني بكره، فان شاء الله حسب معلوماتي اللاعب قريب جدا من الانتقال قريب للنادي جدا. الاهلي تمام. والامور ماشيه بشكل كويس خاصه بعد اصرار مارسيل كولر اوكي. عليه، انت عارف هو كان طالب مكوينا وطالب محمد علي ده بن هو رمضان نفسه في مكوينة. بس مكوينا خلاص جدد مع صن سان داونز. داونز لعيب مهم جدا، وقصته مع سان داونز نادي غني جدا، وانه يسيب لك لعيب انت عارف هو المنافس بتاعك في القاره صح. فيسيب لك لعيب يدعم موقفك، الموضوع بالنسبه لهم كان صعب، اللاعب حسب ما عرفت جدد بعقد يعني يعتبر هو الاغلى في تاريخ الكره في جنوب والله افريقيا جدد برقم كبير استحق بصراحة. هو لعيب جامد قوي مثالي يعني تقدر تقول عليه بصراحة. نموذجي، طبعا فالشغل كله يمكن على بين رمضان دلوقتي بين رمضان التركيز على بين وكولر رمضان. مصمم عليه والامور ماشيه بشكل كويس بس يتبقى تمام الاتفاقات الاخيره. حاجة